بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة. حلقة جديدة مع كورة كل يوم، إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة. وعندنا حاجات كتير زي كل يوم كده، يعني بتبقى أخبار. النهاردة عندنا أخبار مهمة من الأهلي والزمالك، هنتكلم فيها طبعا في بداية الحلقة. هنتكلم شوية عن منتخب مصر، وبكرة منتخب هيسافر إن شاء الله إلى الكوديفوار عشان يستعد للمباراة الأولى أمام موزمبيق يوم 14 يناير إن شاء الله. عندنا كاس الرابطه النهارده، بدايه بطوله كاس الرابطه، اول ثلاث ماتشات النهارده اتلعبوا، هنقول لكم النتائج. البلديه بلدية المحله فازت على سموحه 1-0، الداخليه كسبت الاسماعيلي 1-0، فيوتشر والاتحاد السكندري، الاتحاد بيرجع اسكندريه ثلاث نقط بعد ما كسب فيوتشر هنا في استاد القاهره 1-0. بكره لسه في ماتشات اليوم الثاني او المجموعات الاخرى بعد بكره، يعني عندنا حاجات كتير النهارده هنتكلم فيها. هنتكلم عن بطولة افريقيا كل يوم زي ما اتفقنا كده، هنتكلم عن فرقتين او منتخبين من المنتخبات المشاركة في بطولة افريقيا. النهارده هنبدأ في المجموعة الثالثة، امبارح كنا استعرضنا المجموعة الثانية اللي فيها منتخب مصر طبعا وغانا وموزمبيق والرأس الاخضر. النهارده هنبدأ المجموعة الثالثة اللي فيها منتخبات السنغال وجامبيا والكاميرون وغينيا، مجموعة جامدة المجموعة الثالثة في بطولة أمم أفريقيا. وفي نهاية حلقتنا أو في الجزء الأخير النهاردة إن شاء الله هيكون معايا كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم صلاح، نجومنا طبعا محللينا هنا في قناة الحياة. وكمان النهاردة في دوري محترفين، هقول لكم النتائج ونشوف الأهداف مع بعض في دوري المحترفين اللي هو دوري القسم الثاني. طيب عايز أبدأ بأخبار من الزمالك، عندي أخبار عن الزمالك والأهلي وأخبار حلوة لجماهير نادي الزمالك. واحنا بنتكلم الفتره اللي فاتت ان الزمالك خلاص يعني جمع الفلوس بتاعه فك القيد، وخلال يعني ساعات قليله او ايام قليله الزمالك هيفك القيد ويقدر يتعاقد مع لاعبين. اداره الزمالك دلوقتي عماله تمضي لعيبه، يعني اخر حاجه عرفناها النهارده، يعني مش عارف الجلسه تمت من يومين ثلاثه يعني، بس النهارده عرفنا الخبر. النهارده عرفنا ان كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والكابتن حسين السيد عضو مجلس اداره نادي الزمالك عملوا جلسه مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وقالوا ان او اللي اتقال ان هم خدوا توقيع عبد الله السعيد عشان ينضم لنادي الزمالك. وقالوا كمان ان عبد الله السعيد عنده رغبه قويه جدا انه يلعب لنادي الزمالك. اداره نادي الزمالك، رئيس النادي كابتن حسين لبيب، كابتن حسين السيد عضو مجلس اداره نادي الزمالك، الكلام طلع النهارده بس كلام في السر، يعني ما حدش يعرفه، احنا لينا مصادرنا الخاصه ان الزمالك خد توقيع عبد الله السعيد. لكن طبعا في النهايه حتى لو اي نادي خد توقيع لعيب، لازم اللعيب ده مرتبط بنادي، لازم النادي الزمالك مثلا يروح يخلص مع بيراميدز. لكن اللي اتقال او اللي احنا عرفناه ان الزمالك خد توقيع عبد الله السعيد، وكان في جلسه تمت خلال الساعات القليله الماضيه، ان حصل كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وكابتن حسين السيد عملوا جلسه مع عبد الله السعيد وخدوا توقيعه، ويعني هيبقى فيه كلام وفي صفقات متبادله ما بين الزمالك وبيراميدز خلال الفتره القادمه. لو عبد الله السعيد جه نادي الزمالك هتبقى صفقه قويه جدا. هتقولوا لي عبد الله كبر، عبد الله السعيد لعيب مهما كبر في السن لكن بيأدي، انا بتفرج عليه في الماتشات اللي احنا يعني بشوفه بيلعب، انا ببقى فرقتي بتلعب بيراميدز وبتفرج على عبد الله السعيد في الملعب، عبد الله السعيد اهم لاعب في بيراميدز رغم انه اكبر لعيب سنا في بيراميدز، لكن هو اهم لاعب في بيراميدز. لعيب مهم جدا، لعيب قيادي في الملعب، كابتن فرقه وبيقود الفرقه، لعيب حريف جدا، لعيب ترمومتر اداء فريق بيراميدز، هو اللي بيحرك يعني فرقه بيراميدز، طريقه اللعب بتتلعب عليه. او هو اساس طريقه اللعب في نادي بيراميدز، هو البلاي ميكر، هو الراجل المحرك لفريق بيراميدز، هو المنظم للعب فريق بيراميدز. ويعني عبد الله ما شاء الله عليه حاجه رائع جدا، فلو انتقل للزمالك عبد الله السعيد هيكون صفقه قويه جدا. نادي الزمالك ممكن يلعب موسم ونص، ممكن يلعب موسم ونص في نادي الزمالك. لكن عبد الله الزمالك كمان ما عندوش الستايل بتاع عبد الله السعيد، اللعيب البلاي ميكر اللي بيمسك كره تحت رجله واللي بيشغل الفرقه. يعني افتكر كان اخر واحد في الزمالك بالمواصفات دي كان اثنين اللي هو شبيه عبد الله السعيد، كان امام عاشور مؤخرا طبعا قبل ما ينتقل الى الدنمارك وبعدين ينتقل الاهلي، كان ستايل اللعب ده والقوة والسرعة والكرة الحلوة إمام عاشور، وكان قبليه فرجاني ساسي. دول الاتنين اللي لما مشوا من الزمالك بقى الحتة دي ما فيهاش ستايل اللعيبة الحريفة اللي زي عبد الله السعيد واللي زي إمام عاشور واللي زي فرجاني ساسي.
ما بقاش فيه في الزمالك كده. في طبعا شيكابالا، في زيزو، لكن مش الدور او الستايل بتاع عبد الله السعيد. هم ليهم ادوار تانية وادوار مميزه جدا. اوباما لعيب بيلعب مركز 10، ولكن اوباما راجل هداف، راجل بيكمل على المرمى، راجل عنده سرعات وقوه. عبد الله لعيب كوره كده تقف، اللعيبه بتاعت زمان من هو رضا عبد العال، وليد صلاح الدين، جمال حمزه، حازم امام، اللعيبه الحريفه بتاعت زمان اللي احنا كنا بنحب نتفرج عليها، البلاي ميكر اللي في نص الملعب اللي ينظم لك اللعب ويشغل الناس. فلو عبد الله السعيد انتقل الى الزمالك هشوفها، بشوفها صفقه قويه جدا، رغم ان الصفقه دي اتاخرت سنين. فاكرين من فتره لما عبد الله السعيد وقع لنادي الزمالك وجي خد فلوس من نادي الزمالك، وبعدين الاهلي اتدخل ورجعه، وبعدين الاهلي اعاره لخارج مصر، كان اعتقد نادي اهلي جده اللي سجله اكتر من 100 هدف في الدوري المصري. وما شاء الله لسه عبد الله يعني مستمر في عطائه وبيأدي بشكل مميز جدا، ما تحسش ابدا ان عبد الله السعيد سنه كبير او لا، لعيب مهم جدا. انا بحب عبد الله السعيد كمان، بحب ستايل لعبه وبحب روحه وبحب اصراره دايما على المكسب، ولعيب من اللعيبه المميزه جدا اللي جم في تاريخ مصر. كمان عرفت برضو ان اداره الزمالك قعدت مع عبد العزيز البلعوطي حارس بيراميدز وخدوا توقيعه برضو، وعرفت كمان ان هم حطوا له 6 مليون جنيه يبقى عقده في نادي الزمالك. لكن الزمالك لسه ما خلصش مع امبي، لسه ما خلصوش مع امبي، ودايما نادي امبي الفتره الاخيره عنده لعيبه مميزه لكن بيسيبهم باسعار عاليه جدا. هل يحصل اتفاق؟ هل يبقى في كلام؟ خلينا نشوف. برضو الزمالك خلي بالكم اتكلم على اوفا، احمد امين اوفا المهاجم اللي كنا مصورين مع احمد امين اوفا كده لقاء هنذيعه بعد شويه. فبرضه متكلم مع احمد امين اوفا. الزمالك خلي بالكم متكلم مع لعيبه كتير، وعنده قايمه من اللعيبه اللي عارضها على الانديه الاخرى، عايز يبيع بعض اللاعبين. بس طبعا ايه، الزمالك بدا يشتغل في ان هو يجيب لعيبه او يتفق مع اللعيبه او يمشي لعيبه او عايز يبيع لعيبه عشان هو خلاص هيفك القيد، يعني خلاص خلال ساعات انا بقول لكم هيفك القيد. زي ما قلت لكم امبارح ان خلاص او اول امبارح قلت لكم صفقه وسام ابو علي هتخلص خلاص في الرتوش الاخيره، وفعلا خلصت امبارح وتم الاعلان عن وسام ابو علي. يعني بيبقى دايما الحمد لله التوقيت بتاعنا في اعلان الخبر بيبقى مظبوط الحمد لله. فالزمالك خد توقيع عبد الله السعيد لكن لسه هيتكلم مع بيراميدز، وانا بقول لكم هيبقى في صفقات متبادله ما بين الزمالك وبيراميدز، ان في فلوس ما بين الناديين، ان بيراميدز عايز من الزمالك قيمه صفقه نبيل عماد دونجا وعمر جابر. عرفنا ان محمد صبحي حارس المرمى، قلت لكم الكلام ده من شهر، هينتقل الى بيراميدز. ففي يعني باب مفتوح في المفاوضات ما بين الزمالك وبيراميدز، وهيبقى في اتفاق مالي واتفاق في تبادل لاعبين، يعني هتخلص خلال الفتره القادمه. والزمالك زي ما قلت لكم برضه وقع مع عبد العزيز بلعوطي حارس مرمى امبي، لكن لسه ما خلص مع نادي امبي اي حاجه. وادام ما خلصش مع نادي امبي يبقى الصفقه لسه ما حصلش فيها اي حاجه. النهارده الزمالك لعب مباراه وديه، هقول لكم برضو الاخبار كلها بتاعت الزمالك وبعدين هنتقل للاهلي. لعب مباراه وديه الزمالك النهارده مع فريق كاسكادا احد انديه القسم الثالث، والزمالك كسب 4-0. محمود علاء وسامسون ايكينولا وابراهيم انضاي وعمار ياسر ده لعيب صغير هم اللي احرزوا الاربع اهداف النهارده. والزمالك هيسافر الامارات ان شاء الله الفتره القادمه يوم 18، هيسافر الامارات عشان يلعب الماتشات الوديه والدورتين الوديتين اللي هيلعبهم في الامارات خلال الفتره القادمه. كابتن معتمد جمال النهارده قال مشاركه الونش لعب النهارده المباراه، قال مشاركه الونش امام كاسكادا لاكتساب حساسيه الماتشات، عايزين يدخلوا بقى الونش خلال فتره التوقف دي والماتشات الوديه عشان بعد التوقف يرجع الونش يشارك بقى بشكل اساسي ويرجع لمستواه ان شاء الله بعد فتره كبيره من الغياب بسبب الاصابه. كابتن معتمد جمال نفسه يعني عنده زعلان، بيني وبينكم بقى كده هقول لكم شويه حاجات على كابتن معتمد جمال، إن الفترة الأخيرة إدارة الزمالك داخلة في مفاوضات مع مدربين أجانب عشان عايزين يجيبوا مدرب أجنبي خلال الفترة القادمة. خلاص بقى في اتجاه في نادي الزمالك، اتجاه جاد، يعني في اتجاه قوي داخل نادي الزمالك إن هم يتعاقدوا مع مدرب أجنبي. عرفت إن كابتن معتمد جمال اتكلم مع إدارة نادي الزمالك، قال لهم يا جماعة لو أنتوا جبتوا مدرب أجنبي أنا مش هكون موجود، أنا مش هبقى مدرب عام، أرجع تاني لمنصب المدرب العام مع أي حد أجنبي. لو اداره الزمالك هتجيب مدرب اجنبي انا مش هكون موجود. ده يعني عرفته يعني ان كابتن معتمد جمال اتكلم
مع مسؤولين في نادي الزمالك وقال لهم لو يعني انتوا بتفكروا في مدرب اجنبي وهتجيب مدرب اجنبي الفتره الجايه ما تعملوش حسابي معاه، انا مش هشتغل مع مدرب اجنبي، انا مدير فني نادي الزمالك، لو انتوا عندكم رؤيه ان انتوا تجيبوا مدير فني اجنبي اوكي ما فيش مشكله، لكن انا مش هكون موجود مساعد او مدرب عام مع مدرب اجنبي في الفتره القادمه. ده بالنسبه للزمالك. النهارده الاهلي اعلن صفقه وسام ابو علي رسميا بالكلام اللي انا قلته لكم امبارح، واول قلت لكم حتى اول امبارح بالارقام، الاهلي هيشتري اللاعب من نادي سيرس السويدي مقابل 2 مليون يورو، وان عقد اللعيب مع النادي الاهلي هيبقى حوالي 600,000 يورو، وده اللي حصل النهارده. وامير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي طلع النهارده في قناه النادي الاهلي واعلن عن صفقه وسام ابو علي بشكل رسمي، انضمامه الى النادي الاهلي، واي لعيب بيجي النادي الاهلي الاهلي كمان بيبقى اضافه ليه بشكل كبير. فاكرين من حوالي اسبوعين ايام بطوله كاس العالم للانديه كنا بنتكلم ان كولر ما بيلعبش ديانج، مش مهتم بيه او مش حاطه في حساباته اليو ديانج اللاعب المالي، وكنا قلنا من فتره ان في عرض جه فعلا من نادي قطر القطري عشان يتعاقدوا، او نادي مش فاكر الوكره ولا كان قطر القطري، يصلحوا لي بس فريق الاعداد، عشان قطر القطري، قطر القطري، ان ديانج جاي له عرض، ولكن العرض المالي الاهلي عايز يبيع ديانج، مفيش مشكله، وكولر قال مفيش مشكله ابيع ديانج، انا عندي لعيبه كتير في نص الملعب، لكن كان العرض المالي مش على قد طموحات او رغبات النادي الاهلي. وبيرسي تاو هيلاعب ديانج، هيلعبوا بعض طبعا، ان التلات منتخبات موجودين مع بعض في المجموعه الخامسه، مالي وجنوب افريقيا وتونس وناميبيا، وناميبيا في المجموعه الخامسه. فديانج لو مشي واتباع كريم نيدفيد هيبقى في الاهلي، لو ديانج العرض بتاع قطر القطري او ما جالوش عرض قوي، خلي بالكم برضو النادي الاهلي، هقول لكم برضو حاجه كده من جوه النادي الاهلي، النادي الاهلي حاطط برضو ايه، ان ديانج هيلعب بطوله افريقيا مع منتخب مالي، فممكن يجي له عرض بعد البطوله لو ديانج ظهر بشكل كويس في بطوله افريقيا، يجي له عرض جامد في اوروبا فيتباع بيعه كويسه، او حتى يجي له عرض في دوله خليجيه، امارات، السعوديه، قطر، يجي له عرض كويس بعد ما يشارك مع منتخب مالي في بطوله افريقيا. وبالتالي الاهلي حاطط، مش طبعا الاهلي مش عاجبه العرض بتاع قطر القطري، العرض المالي اعتقد مش عارف 2 مليون دولار حاجه كده، فمش عاجبه العرض المالي وعايز يستفيد اكبر استفاده من اليون ديانج، استفاده ماديه، فالاهلي حاطط في دماغه ان هو ديانج هيلعب في بطوله افريقيا وهيتشاف في بطوله افريقيا، وممكن يجي له عروض قويه، عروض ماليه قويه من انديه سواء في اوروبا او في دول الخليج خلال بطوله افريقيا، وبالتالي ديانج يتحرك من النادي الاهلي ويبقى كريم نيدفيد. لو ديانج ما مشيش او ما جالوش عروض جامده زي ما الاهلي عايز، كريم نيدفيد هو اللي هيتحرك، هيطلع اعاره من النادي الاهلي. كمان موضوع عمر كمال عبد الواحد، انا قلت لكم يعني بقالي شهرين بقول لكم عمر كمال عبد الواحد في الاهلي، والفتره اللي فاتت حتى اتغيرت اللعيبه اللي هيتحصل هيبدلوها الاهلي مع فيوتشر اكتر مره، مره في الاول قالوا خالد عبد الفتاح، وبعدين رجع كولر تمسك بيه قال لك لا خالد عبد الفتاح هيبقى، فراحوا حاطين صلاح محسن وحاطين كباكا وحاطين محمد عبد الله اللاعب الناشئ، واخر حاجه عرفتها النهارده ان كمان في لعيب اسمه عبد الرحمن رشدان، ولد صغير مدافع شاب في النادي الاهلي، برضه حطوه من ضمن صفقه التبادل ما بين الفيوتشر والاهلي، الاهلي هياخد عمر كمال عبد الواحد وفيوتشر هياخد صلاح محسن، وفي كباكا وفي محمد عبد الله وفي عبد الرحمن رشدان لعيب برضه صغير من النادي الاهلي، مدافع كان قبل كده الاهلي جابه اعتقد من وادي دجله، فهينتقلوا دول لفيوتشر والاهلي ياخد عمر كمال، الموضوع خلصان يعني، بس هي دلوقتي مين اللي هيروح مكان عمر كمال عبد الواحد؟ عمر كمال عبد الواحد هيجي الاهلي، مين هيروح مكانه فيوتشر؟ هي دي قصه، حتى يعني صلاح محسن كان خلاص الموضوع انتهى ان هو هيروح فيوتشر، بس صلاح عايز رقم، عايز عقد برقم معين فيوتشر مش موافق عليه، يعني صلاح محسن عايز ياخد رقم جامد في عقده مع فيوتشر، بس لسه ما حصلش اتفاق على العقد ده مع فيوتشر، فيوتشر شايف ان طلبات صلاح محسن كبيره شويه، فهي موضوع عمر كمال عبد الواحد محسوم خلاص هينتقل الاهلي، بس مين بقى اللي فيوتشر هياخده مكان عمر كمال عبد الواحد؟ هي اليومين دول بتتم بقى القصه، زي ما قلت لكم صلاح محسن، في كباكا الولد الصغير بتاع فريق الشباب، في محمد عبد الله، في دلوقتي كمان عبد الرحمن رشدان اللاعب برضو الشاب المدافع برضو داخل في صفقه عمر كمال عبد الواحد، لكن
لسه ما قالوش الاسماء النهائيه اللي هتروح فيوتشر حتى الان، لكن عمر كمال عبد الواحد اعتبروه في الاهلي. طيب في اتنين لعيبه طبعا في الاهلي مصابين، اللي هو احمد عبد القادر ورضا سليم، قدامهم 10 ايام وبعدين هينضم الى تدريبات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الاهلي هيستغل فتره التوقف الدوري الفتره اللي جايه دي، وهيجدد عقد عمرو السوليه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه للاهلي والزمالك، يعني الزمالك زي ما قلت لكم لعب ماتش ودي النهارده مع كاسكاده، والزمالك يعني شغال تدريبات وماتشات وديه، وهيسافر الامارات عشان يلعب دورات وديه الفتره القادمه. الاهلي برضو سمع ان هم بداوا يفكروا ان هم برضو يسافروا الامارات او يشوفوا معسكر خارجي في النص الاخير من شهر يناير، بس طبعا بعد ما الاهلي يرجع للتدريبات بيحاولوا ينظموا معسكر خارجي برضو للنادي الاهلي. طيب هنروح، عندي لسه اخبار عن منتخب مصر بقى هنشوفها، لكن خلينا نروح نشوف لقاء مع احمد امين اوفا احد اللعيبه والمهاجمين المميزين جدا جدا في بطوله الدوري المصري. رحنا سجلنا مع احمد امين اوفا ان كان الاهلي عايزه والزمالك عايزه، ومن اللعيبه المميزه بصراحه في الدوري المصري. نشوف اللقاء مع اوفا ونرجع نكمل بعد اللقاء ده مع كوره كل يوم ان شاء الله. الاقوياء اصبح حديث الانتقالات الشتويه، هل سينتقل الى نادي الزمالك ام يكون واحد من نجوم النادي الاهلي ام يفضل الانتقال الى الدوري السويسري؟ هو لاعب نادي انبي المهاجم والهداف احمد امين اوفا. احمد في البدايه برحب بيك على شاشه قناه الحياه وبرنامج كوره كل يوم، واكيد بنقل لك تحيات كابتن كريم وكل المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال البرنامج. حبيبي كابتن مصر، برحب بحضرتك وبرحب بالكابتن كريم وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. طبعا لازم ابدا بانبي، ويمكن اسباب تالقك هو المستوى اللي بيظهر بيه نادي انبي تحت قياده المدير الفني المحترم كابتن تامر مصطفى، بتادوا اداء اكثر من رائع، نتائج متميزه في الموسم ده، يمكن بتكملوا مسيره الموسم الماضي اللي ختمته الدوري، يمكن كان ختام قوي، وبتستمروا في الاداء، اصبحتم من فرق المربع الذهبي في وسط الكبار او وسط منافسه قويه من الانديه في الدوري المصري الموسم ده. والله السنه فاتت حضرتك زي ما عارف كان كذا مدير فني تغيرات في الفرقه، كذا مدير فني يمشي، فلما جه الكابتن تامر بصراحه يعني حفظنا طريقه لعبه واحنا حفظناها وعملنا اللي الكابتن كان بيقول لنا عليه، فالحمد لله قدرنا نفنش سيزون المركز السادس، ووقتها لحد دلوقتي الموسم دوت الحمد لله احنا اول، وان شاء الله يعني بنشتغل احنا نبقى في مكانه كويسه، النادي انبي يبقى في مكانه كويسه يرجع لمكانه الطبيعي. العروض ايه اخبارها بقى، ومين كلمك، مين كلم وكيلك، انت دماغك رايحه فين في اللي احنا بنسمعه ده؟ والله هو حاليا يعني انا في كلام من الاهلي والزمالك، بس لحد وقتنا هذا ما حدش كلم النادي، زي ما حضرتك عارف الكد موقوف، فانا بسمع كلام كتير، ده مضى في الاهلي، مضى في الزمالك، مضى في بره، انا ما مضيتش في اي حته عشان انا لسه قدامي عادي مع نادي انبي وبحترمه، فمن خلال اي حاجه تواصل مع نادي انبي، فانا ما مضيتش لاي فريق وما فيش اي فرقه كلمت رسمي، بس هو في كلام وفي مفاوضات وناس كلموني وكلموا وكيلي، فلحد دلوقتي لسه ما فيش اي اصلا عرض عشان انا اقدر اتكلم اقول همشي او ما الناس دول مين؟ في اهلي، في زمالك، بره سويسرا، بس زي ما قلت لحضرتك ما حدش كلم النادي لحد وقتنا هذا. بس مين اللي شايف ان هو جد في الكلام مع وكيلك واللي بتفاوض اكيد، يعني مين اللي شايف انه جد؟ يمكن كان في كلام ان في جديه مفاوضات من الاهلي والزمالك، مين اللي شايفه اقوى في المفاوضات؟ هو الزمالك لحد وقتنا هذا بيتكلم بجديه اكتر وعلى طول بيكلمني، وبيراميدز برضه حد كلمني وكيل اللي هو بيراميدز عايزك وكده، فهو لحد وقتنا هذا الزمالك، بس الزمالك زي ما انت حضرتك عارف انه كده موقوف كده يتفتح، فمش عارف بقى يتفتح في واحد ولا اول السنه. ف مين من الزمالك كلمك في المجلس ولا هم في المجلس؟ كلموني بس بدون ذكر اسماء بقى وكده، كلموني انا وكلموا وكيلي ومظبطين مع كل حاجه، اللي هو مظبطين. ده انت مخلص؟ لا مش مخلص، مش ماضي انا مش ماضي في اي حته، بس هم مظبطين مع اللي هو لو كده اتفتح نقدر ان ايه نخش في الصف. طب اللي كلمك في نادي الزمالك عضو مجلس اداره اللي كلمك، مش هقول اسمه. لا هم في ناس كلمني بس انا مش هقدر اقول لك ايه، مش هقول اسماء. كابتن كريم اكيد عارف الاسماء واحنا عارفينها، بس طبعا هنحتفظ. لا انا قلت لي بمنتهى الصراحه، فبكلمك في منتهى الصراحه. لما كلمك قال لك ايه؟ قال لك هتيجي الزمالك هتعمل ايه
واتكلم معاك في فلوس، اتكلم معاك في ماديات، اتكلم معاك ايه النقاط الاساسيه اللي اتكلم معاك فيها نادي لا الزمالك؟ انا ما قعدتش معاهم، هو بس كل الكلام في التليفون مع وكيلي، عشان انا ما بتدخلش في موضوع فلوس وقعده والكلام ده كله، هو كل الموضوع مع كابتن احمد رافت طبعا وكيلي، فهم بيتواصلوا معاه على طول دايما وبيكلموني انا لما ببقى معاه، فانا ما اتكلمتش معاهم في فلوس عشان انا لسه ما قعدتش معاهم عشان اتكلم بس معاهم في اكيد طمنوك تعالى الناس وهتلعب شاريني والنادي والناس وشاريك. عايزيني وانت ومش انت والكلام ده انت ايه بيقول لك يعني انت انت ايه؟ اللي جاي وانت احنا محتاجينك والقيد ولما يتفك ان شاء الله هنخلصك. فبصراحه يعني الناس بيتكلموا معايا بمنتهى الصراحه وبيتكلموا معايا دايما. الاهلي الاهلي كلموا وكيلي ويعتبر كلموني انا برضو مع وكيلي، فلحد وقتنا حد هذا من الاهلي كلمك اه كان يعني؟ بس مش حد من النادي الاهلي اتصل بمكالمه يعني؟ كان في حوار تليفوني ما بين اوفا وطبعا مسؤول نادي الزمالك ومسؤول في تعاقدات النادي الاهلي، الكلام ده صحيح؟ اه كان الاهلي قال لك ايه وايه الوعود اللي خدتها؟ وقال لك مثلا في يناير ولا في نهايه الموسم، ولا الامور كانت ماشيه ازاي زي مع ما الاهلي؟ حضرتك عارف الاهلي يعني بيحتاج فرود حد وقتنا هذا في يناير طبعا، فهم كلموني من فتره كبيره، كلموني كلام بس انا ما قعدتش معاهم ولا اي حاجه، اللي هم محتاجينه وكده قلت لهم يعني شرف لاي حد طبعا يبقى موجود في الاهلي. فالوقت لحد وقتنا هذا ما حدش كلم النادي، عشان النادي الناس بتقول النادي بيقول 2 مليون دولار ومش عارف ما ايه. احنا لا قلنا الكلام ده، قلنا 100 مليون، قلت لنا مع لا ما انا بقول لك الناس بتقول، الناس الناس، بتقول احنا ما اه فيش تصريح لا رسمي من مفيش الناس. تصريح، لا الناس بتقول ده طالبين مبالغ كذا وكذا والصفقة ممكن تبوظ بسبب كده. لا ما حدش كلم النادي عشان النادي يقدر يقول لهم انا محتاج كذا. فلحد وقتنا هذا بس ما فيش حاجة تانية حصلت. وسويسرا طبعا الناس كلموا نادي لوزيرن السويس. كلموا وكيلي ووكيلي يكلم النادي، والنادي يعني في كلام اللي هو بس لسه برضه ايه. طب انت كأحمد امين اوفا قدامك ما شاء الله 3 عروض، طبعا اكيد في عروض تانية يمكن، لكن دايما مع كل الاحترام لكل الاندية الاهلي والزمالك بيبقى لهم بريق. تمام قدامك 3 اندية كبيرة، اهلي، زمالك، الدوري السويسري اللي اكيد الاحتراف ده حلم اي لعيب وانت صغير في السن، انت 26 سنة دلوقتي، 27 27 سنة، دماغك رايحة فين؟ يعني لو قدامك الاهلي والزمالك، سيبك من سويسرا دلوقتي، دماغك رايحة فين بصراحة؟ ومش عيب، مش عيب والله ان انت تقول ان انا نفسي العب في الاهلي لان الاهلي محتاج مهاجم. في لعيبة بتقول لك لا انا بعيد عن الانتماء، الزمالك محتاج لاعب في المكان ده فانا هروح انجح في المكان ده. ده اللعيب المحترف بيحسبها كده، ان انا المكان اللي اروح العب فيه مش المكان اللي ممكن اروح الاهلي اقعد احتياط، اروح الزمالك ما العبش. احمد اوفا بيفكر ازاي طبعا في هو ما الموضوع؟ فيش نادي بيبقى محتاج لعيب غير هو محتاج محتاجه يلعب، يعني سواء اهلي او زمالك ما فيش نادي بيبقى عايز صفقه اللي هو يجيبها ويقعدها، فده بتبقى ترجع لك انت بقى سواء اهلي او زمالك. طبعا يعني الناس ممكن تقول ده ده بيقول اهلي او زمالك ده بيفكر في الاهلي او في لا ما هو ده بتبقى بقى هتفكر في ايه؟ موضوع، لا موضوع وضع طبيعي اللي هو مثلا بتبقى انت شايف يعني وجهة نظرك الاحسن ليك ان انت تلعب ان يعني الكلام ده كله، فانت بتقيسها انت يعني بتقعد مع نفسك ومع وكيلك بتشوف الاصلح ليك فين. انت اهلاوي شويه ولا انا زملكاوي ولا شويه؟ اهلاوي ولا زملكاوي. لا لا ولا اهلاوي ولا هطلع لك زملكاوي. الاعتراف. لا 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 ولا ولا اهلاوي ولا زملكاوي طبعا. اي حد يتمنى يلعب اهلي وزمالك فده بتبقى محتاجه اللي هو انت بتشوف الانسب ليك ايه. فمش معناه كده الناس ممكن تطلع تقول ده ده اهلي جاي له وزمالك جاي له ده بيفكر، لا ما هو ده غصب عن اي حد يحط نفسه مكاني طبيعي بتبقى محتاجه شويه وقت. لكن الكلام مفتوح، ممكن نسمع اخبار جديدة الايام اللي جاية، وممكن نشوف اوفا في مكان تاني غير انبي. والله لحد وقتنا هذا زي ما قلت لحضرتك مفيش حد بعت عرض، ولحد وقتنا هذا لو هو مفيش يعني نصيب ان انا امشي في واحد نادي بنادي كبير ونادي محترم والناس يعني مش مانعين في ده اللي انا جاي العرض كويس همشي، فممكن لو مشيتش في واحد يعني ان شاء الله ممكن يبقى اول الموسم. الناس برضو ان شاء يعني الله. كانت صعبه قوي السنه دي اول الموسم ان انا امشي عشان كده كان مقفول والكلام ده كله، فدلوقتي الدنيا ممكن تبقى سهله شويه. سهلة شوية. طب والسنه الجديده لو مفيش حاجه جت السنه ده عرض السنه الجديده اه لا ممكن همشي يعني بنسبه كبيره. والله حضرتك انا اكتر حاجه كنت السنه دي ان انا كنت يعني شغال عليها ان انا ابقى موجود في المنتخب، فده يعني خير وبتمنى لهم التوفيق طبعا. والسنه دي انا مركز ان انا ابقى هداف الدوري، فانت كل ماتش بتلعبه احرزت بسعرك بيزيد وانت بتبقى يعني كل ماتش بتبقى عايز تجيب، يعني الماتش اللي فات 2 الماتش اللي فات ممكن تبقى الماتش الجاي ان شاء الله ممكن تبقى عايز تجيب 3 أنا 2. كل توقع إن أنت ممكن تكون في منتخب مصر،
ومعسكر من المعسكرات حتى التجريبية اللي قبل المعسكر الختامي. بصراحة كان حلمك طبعا المنتخب وحلم اي لعيب. زعلت او حاسس ان انت اتظلمت ان انت ما رحتش المنتخب؟ والله انا القايمه المبدئيه اللي هي نزلت دي انا ما كنتش اعرف غير لما طلعت من التمرين، صحابي قالوا لي، فيعني كنت مبسوط، بس اللي هو يعني ما يعني مش قوي، اللي هو لسه في قايمه تاني ان انت القايمه النهائيه، فدي بقى دي اللي كنت انا مستنيها بجد. يعني انا كنت اليوم دوت كنت يعني عم مش كان عندنا ماتش، كنت عمال افكر يعني في القايمه، لا الكلام ده كله. فصحيت تاني يوم كنت برضه مستني القايمة، قلت بقى أنا ممكن القايمة تبقى يعني يقولوها الصبح والكلام ده كله، فكنت يعني شاغل دماغي شوية كان عندك ثقة في نفسك إن أنت تكون موجود في القائمة؟ والله جدا. أنا لحد لما القايمة اتقالت أنا عمال أشوف أنا اسمي موجود ولا لأ تاني، فكنت زعلان بصراحة، يعني زعلان أنا مش موجود، كنت نفسي إن أنا أبقى موجود وأشارك، يعني ده ده أي حد حق مشروع حلم ليه إن هو المنتخب اه يبقى موجود يبقى في موجود. المنتخب، مش عشان ماتشين لعبتهم، لا اي حد، حد انت لو سالت اي حد تاني من غير بيلعب ما بيلعبش يقول لك انا نفسي ابقى موجود في المنتخب. فده بصراحه انا زعلت جدا ان انا ما كنتش موجود، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق ورجعوا بالبطوله. إن شاء الله. لعيبه محترمه ولعيبه كبيره، وان شاء الله منتخب مصر بيخش اي بطوله بيبقى مترشح رقم واحد، ولسه اللي جاي كتير ان شاء الله. انت مهاجمين مصري يعني مصطفى محمد ومرموش احيانا بيلعب حته الفرود احيانا بيلعب جناح، طبعا في كابتن احمد حسن كوكا. شايف ان انت كنت تقدر تكون موجود وسط المجموعه دي؟ شايف ان مستواك كان يأهلك ان انت تكون مع المنتخب في ظل التشكيله النهائيه لمنتخب مصر؟ هو مستر فيتوريا طبعا لما سألوه صرح قال لي انا خدت 3 مهاجمين يعني مش شبه بعض، اخدت مصطفى محمد وكوكا كهربا، يعني الثلاثه انا يعني نسيب اخترتهم، كهربا طبعا. اه اه الثلاثه اخترتهم يعني مش شبه بعض، يعني واحد بيلعب بدماغ، واحد حاطه، واحد واحد بيتحرك، مراوغ اه بيتحرك. هو اه قال كده. فطبعا بحترم قراراته، وان شاء الله في اقرب وقت اخدت فرصه ان شاء الله اثبت ان انا انت مين من الثلاثة؟ الهيدرز ولا المتحرك ولا ال يعني اللي هو محطة؟ ميالة. اه والله انا يعني الثلاثة. الحمد لله الواحد يعني بيتميز بالكره العاليه عشان طوله طبعا، فده الواحد مميز بيها جدا. انا حتى لما ببقى بلعب وبتاع وكره عاليه بتاخد مني بتضايق شويه، ان انا عشان طويل وبتاع وكره تاخد مني فبتضايق في الماتش، فاكتر حاجه يعني الحمد لله الواحد مميز بيها ضربات الرأس. اه ضربات الراس. ولاعب برضو بيطور من نفسه اللي هو في التحرك في الكلام ده كله، مش حاجه واحده بس، لا مركز على كذا حاجة، والتوفيق ده بتاع ربنا. الواحد يعني كان نفسه يبقى موجود، وإن شاء الله الفترة الجاية أبقى موجود وأقدر أشارك وأقدر أثبت إن أنا أبقى موجود في المنتخب المصري ده. حارس مرمى نفسك تهدف فيه ما جبتش فيه اهداف كده والله انت جبت والله في هم الحراس كلهم؟ آه يعني بس والله هو كل الأجوان يعني كل الماتشات الواحد بيركز فيها اللي هو يجيب أجوان فيهم، ف كله الشناوي جبت الشناوي. لا الشناوي انا حرس لا الشباب لا نفسك صد تجيب واحده نفس مني اهو، صد واحده مني ساعه لما كنا بنلعبهم في الكاس اللي هي الانفراد دي صعبه شويه. حارس كبير محمد اه الشناوي. بتمنى له التوفيق طبعا، وقائد وجون محترم، بتمنى له التوفيق. الفرود اللي انت شايفه فرود كبير وانا حاليا انا بحب مصطفى محمد فرويد، شبه كده وطوله اه وبتاع هو فرويد يعني زملكاويه زي بعض. لا لا بحب طريقة، لا بحب طريقة لعب الفراودة اللي هي قوية، اللي هي بتطلع تاخد بدماغها بتقف على الكورة، بحب الفراودة دي. فمصطفى محمد أحسن لعيب في مصر بصفة عامة شايفه مين؟ والله هو أنا بيرسي تاو كويس، أنا بحبه لعبه بيفرق مع الأهلي، وزيزو برضو اللي هو مستواه ثابت بقاله 2 3 سنين، فهو ده يعتبر زيزو وبيرسي تاو. الفريق الأفضل في مصر في الفترة الأخيرة؟ الأخيرة ممكن الأهلي، عشان الأهلي. الزمالك الدنيا معاه مش متظبطة شوية، وكيد وكذا حاجة، فالأهلي هو الفريق المستقر والفترة اللي فاتت. كلمني بقى عن دور أهلك والدتك ووالدك وزوجتك بقى، أكيد الجواز اداك استقرار أكتر في حياتك كلاعب. طبعا هم لهم فضل كبير بعد ربنا اللي أنا فيه بصراحة، تعبوا معايا من صغري وكانوا معايا في كل حاجة، وبصراحة كانوا يعني دايما بيحفزوني ويودوني أروح اختبارات هنا وهنا،
والدي ووالدتي طبعا لهم فضل كبير قوي من اللي انا وصلت له الوقت، واخواتي طبعا. نطلع كده سريعا نشوف والدك ووالدتك هيقولوا لك ايه. مبسوط طبعا طبعا، مبسوط بتألق احمد، وان شاء الله في زياده باذن الله زي بيد ما قلت الله. لما راحش المنتخب كان نفسك يكون في المنتخب. كان نفسي يكون المنتخب، بس اللي جاي احسن ان شاء الله، وقاعد باذن الله ان شاء الله احسن لما يجي باذن يقول الله. لك بقى الاهلي والزمالك عايزيني، انت بتقول له ايه؟ والله الاهلي والزمالك كويسين، مع هما اتنين ناديين كبار في البلد يعني، وربنا يوفقهم سواء الاهلي او الزمالك يعني. الاهلي والزمالك بصراحة. انا والله كده وكده انا بشجع الكره الحلوه بصراحه، انا بحب انبي بصراحه، وناس انبي بصراحه، يعني عايز اقول لك الكابتن ايمن الشريعي والكابتن تامر مصطفى ناس محترمين وناس كويسين، واللي لاجين هم اصلح للكابتن احمد من اوفا، هم يعتبر ابنهم يعني، يعتبر ابنهم يعني. واحمد ابنك بقى مبسوط ان هو بقى نجم وهداف كبير كده؟ شرفتونا في العيد والله ونورتونا، الحمد لله. مبسوط يا احمد؟ والله ربنا يحميه ويحرس يا رب، يسرها عليه يا رب. كان نفسك تروح المنتخب؟ يعني ده نصيب بقى. كل واحد ياخد نصيبه. بس كان نفسك تشوف المنتخب كده مع محمد ان صلاح شاء الله، وتشوف ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقه يا رب. عايز يلعب في مصر ولا يسافر؟ والله زي ما يرد ربنا بقى. يعني انت عايز ايه، في مصر ولا يسافر؟ عايزاه في مصر. مش عايز يسافر؟ لا حتى لو جاي له عرض من سويسرا؟ والله يا رب، ده والله ده نصيب بقى، ده نصيب زي ما يريد ربنا. طيب هو لو قعد في مصر هيروح الاهلي او الزمالك؟ انت تقولي له مش عارفه بقى. هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ مش عارفه بقى والله، زي ما يريد ربنا بقى، اللي يريد ربنا بيه. لقاء حلو مع احمد امين اوفا واسرته طبعا، والده ووالدته. احمد المصري مراسلنا مصمم يحرج والدته او والده، يقول له عايزين يلعب في اهلي ولا زمالك. طبعا الناس يعني عايزين ابنهم يبقى في احسن حته طبعا، وبيحترموا نادي امبي بشكل كبير جدا، لكن نجحوا ان هم الحمد لله يعني يهربوا من سؤال احمد المصري. لكن لقاء جميل جدا، بشكر عليه طبعا اوفا، من المهاجمين فعلا مميزين جدا، وبشكر عليه كمان زميلي العزيز احمد المصري مراسلنا في كوره كل يوم. طيب خلينا نروح بقى نشوف المنتخب ونتكلم شويه عن منتخب مصر. طبعا منتخب امبارح لعب مباراه مع تنزانيا، مباراه وديه، هي المباراه الوحيده لمنتخب مصر قبل بطوله افريقيا، وقدر المنتخب امبارح اتفرجنا على الماتش يكسب 2-0، وادى اداء كويس يعني، طمنا قبل البطوله. شفنا الهدفين امبارح، هدف لتريزيجيه من صناعه محمد صلاح والنني كان هدف حلو جدا، والهدف الثاني كان ضربه جزاء عمر مرموش عدى بالكوره وحصل عرقله داخل منطقه الجزاء، رغم ان الراجل مدافع منتخب تنزانيا يعني ملمس عمر مرموش، لكن عمر مرموش وقع كويس واوهم الحكم ان فيها ضربه جزاء. والمهم ضربه الجزاء اتلعبت، محمد صلاح شاط ضربه الجزاء، خبطت في العارضه وبعدين خبطت في ظهر حارس مرمى منتخب تنزانيا ودخلت مرمى، دخلت هدف في المرمى، وكسب منتخب مصر امبارح 2-0. ومستر فيتوريا اطمن على معظم اللعيبه اللي موجودين في الفريق طبعا، واطمن على الناس اللي كانت بعيده، الناس اللي بقى لها فتره ما بتلعبش، زي مثلا محمد صبحي حارس المرمى، زي فتوح الظهير الايسر، زي عمر كمال عبد الواحد اللي كان مصاب مع نادي فيوتشر الفتره اللي فاتت، ويعني الحمد لله اطمننا عليه رغم انه جاله تقلص امبارح في العضله الاماميه، لكن يعني ما فيش حاجه تقلق. حجازي برضو بقى له فتره ما لعبش ماتشات متتاليه مع اتحاد جده اللي كان راجع من اصابه ومش متأيد في القايمه المحليه بتاعت اتحاد جده، لعب بس معاهم كاس عالم انديه ودوري ابطال اسيا، فاطمنا برضو على حجازي. النني ما بيشاركش كتير مع الارسنال الفتره اللي فاتت، انه برضو كان غاب فتره بسبب الاصابه، يعني اطمن على عدد كبير من اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل منتظم مع انديتها وادوا بشكل كويس. وخلي بالكم دايما منتخب مصر في البطولات المجمعه لما اللعيبه بتقعد مع بعض فتره كبيره وبينسجموا مع بعض والمستوى بيزيد، يعني دايما بطوله افريقيا هو المنتخب اتجمع يوم 2 يناير والبطوله لسه بالنسبه لنا هتبدا، يعني بالنسبه لمنتخب مصر اول ماتش لنا يوم 14 يناير، وهنقعد نلعب ان شاء الله لمده شهر بطوله افريقيا باذن الله، نوصل للادوار
النهائيه، فكل الفتره دي بتخلي في انسجام اكتر ما بين اللعيبه، المستوى بيزيد من المباراه الاخرى، بيبقى طبعا في روح وحماس عشان البلد وعايزين نكسب وعايزين نفرح الشعب المصري، فبتلاقي المستوى بيزيد، ودايما البطولات المجمعه منتخب مصر بيظهر بشكل مميز جدا، اللعيبه بتقعد مع بعض فتره كبيره. المنتخب بكره النهارده مستر فيتوريا ادى اللعيبه اجازه، واللعيبه اتجمعت من شويه في المعسكر عشان هيتمرنوا بكره الصبح، وبعدين الساعه 3 العصر ان شاء الله يسافروا الى الكوديفوار بطياره خاصه الى الكوديفوار باذن الله بكره. يعني اللعيبه دلوقتي خدوا اجازه طول اليوم النهارده وامبارح بعد الماتش، واتجمعوا دلوقتي في الفندق بتاع المنتخب عشان بكره الصبح هيصحوا يتمرنوا ويسافروا على الكوديفوار الساعه 3 ان شاء الله العصر، هيكون رحله منتخب مصر الى الكوديفوار باذن الله. منتخب مصر في ديزاين جديد للتيشيرت هنعرفه بقى ان شاء الله قبل بطوله امم افريقيا، هنشوفه في المباراه الاولى لمنتخب مصر امام موزمبيق، في تيشيرت جديد غير التيشيرت اللي منتخب لعب بيه امبارح، في ديزاين جديد منتخب مصر هيلعب بيه ماتشات افريقيا ان شاء الله، هيظهر في مباراه موزمبيق القادمه باذن الله. منتخب مصر كمان هيلعب دوره وديه في شهر مارس في الامارات، هيشارك فيها بعض المنتخبات زي منتخب الامارات، منتخب كرواتيا، منتخب تونس، منتخب نيوزيلندا. البطولة دي بطولة ودية هتتلعب في الأجندة الدولية بتاعت شهر 3، هتبدأ يوم 22 مارس وهتقعد حوالي 4 أيام، يعني ما بين زي ما قلت لكم مصر والإمارات وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا. بطولة إن شاء الله يعني يستفيد بها منتخب مصر في شهر مارس القادم بإذن الله. كابتن حازم إمام والأستاذ خالد الدرندلي هيكونوا موجودين ومرافقين لبعثة منتخب مصر إن شاء الله في الكوديفوار. خلينا أقول لكم بقى شوية اخبار كده عن المنتخبات اللي معانا في المجموعه. موزمبيق النهارده لعبت مباراه وديه، موزمبيق طبعا اللي احنا هنلعبها اول مباراه، لعبت النهارده مباراه وديه مع منتخب بوتسوانا وتعادلوا 1-1، ودي تعتبر المباراه الثالثه للمباراه الوديه الثالثه لموزمبيق، استعدادا طبعا هما بيستعدوا لمباراه مصر في الافتتاح. الاتحاد الغاني لكره القدم النهارده اعلن، انتوا عارفين برده منتخب غانا معانا في المجموعه، اعلن ان محمد قدوس لاعب ويست هام يونايتد انضم لمعسكر المنتخب الغاني قبل السفر الى الكوديفوار. كريس هوتن مدرب غانا قال ان الهدف لمنتخب غانا هو تخطي الدور الاول في امم افريقيا، وقال ان اللي حصل في بطوله 2021 كان خيبه امل بالنسبه لمنتخب غانا، لكن هو طموحهم الاول دلوقتي بالنسبه لمنتخب غانا ان هو يتخطى الدور الاول، ما بيفكرش في البطوله. وبيقول مدرب هوتن مدرب غانا ان هو واخد البطوله مرحله مرحله. كابتن احمد حسن طبعا نجم مصر وكابتن منتخب مصر السابق وايضا عميد لاعب العالم السابق، تم اختياره كسفير للكاف برفقه يعني نجوم كتيره واساطير قاره افريقيا. هيكون موجود كابتن احمد ان شاء الله كمان الفتره القادمه، يعني هيسافر وهيحضر اجزاء من بطوله امم افريقيا القادمه. منتخب نيجيريا النهارده لعب مباراه وديه امام منتخب غينيا واتغلب النهارده منتخب نيجيريا 2-0. خلي بالكم نيجيريا بتعيش فترة سيئة جدا الفترة اللي فاتت في النتائج، لكن دايما منتخب نيجيريا منتخب قوي، لعبوا النهارده مباراة ودية أمام منتخب غينيا واتغلبوا، منتخب نيجيريا النهارده اتغلب 2-0. طيب خلينا نروح بقى ناخد منتخبين من المجموعة الثالثة، احنا استعرضنا الفترة اللي فاتت المجموعة الأولى اللي كان المجموعة الأولى اللي فيها كوديفوار ونيجيريا وغينيا استوائية وغينيا بيساو، استعرضنا امبارح وأول المجموعة الثانية اللي فيها مصر وغانا وموزمبيق والرأس الأخضر. النهارده هنبدأ كلامنا عن منتخبات المجموعة الثالثة، وهناخد منتخبين من المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة بتضم السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا، مجموعة جامدة جدا، السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا، منتخبات كلها قوية، يمكن السنغال والكاميرون هم الأقوى والأشهر، يجي بعديهم غينيا، يجي بعديهم جامبيا، فمجموعة جامدة جدا. النهاردة هنبدأ بمنتخب السنغال وهو حامل لقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، أنتوا عارفين إحنا طبعًا كنا وصيف البطولة اللي فاتت ووصلنا النهائي، طبعًا كاليدو كوليبالي لاعب كبير كان بيلعب في نابولي الإيطالي ودلوقتي بيلعب في الهلال السعودي، عندهم عبدو ديالو العربي القطري، موسى نياخات لاعب نوتنغهام فورست، عبد الله سيك أو عبد الله سيخ وإسماعيل جابو لاعب موناكو الفرنسي، يوسف سابالي لاعب ريال بيتيس الأسباني، بصوا الأسماء وبصوا الأندية، مندي فورموس مندي لاعب لوريان الفرنسي، بالو توري لاعب فولهام الانجليزي، عبد الله نداي لاعب اولمبيك ليون الفرنسي، في نص الملعب عندهم مندي لاعب لانس الفرنسي، وعندهم ادريسا
جانا جاي لاعب ايفرتون الانجليزي، باتي سيس لاعب ريو فاليكانو الاسباني، لامين كامارا لاعب نهضه بركان المغربي، شيكو كويتيه لاعب نوتنغهام فورست الانجليزي، بابا ماتار سار لاعب توتنهام الانجليزي، بابا جاي لاعب مارسيليا الفرنسي، دياتا لاعب موناكو الفرنسي، عندهم طبعا ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، اسماعيل صار لاعب مارسيليا الفرنسي، عندهم بولايديا بيلعب في الدوري الايطالي في الدرجه الثانيه، حبيب ديالو الشباب السعودي، إليمان نيداي مارسيليا الفرنسي، عبد الله سيما جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، ونيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي الانجليزي. كلها اسماء كبيره جدا، مدربهم طبعا بقاله فتره كبيره جدا مسكهم اللي هو أليو سيسين مدرب السنغالي، وكان مدافع المنتخب السنغالي قبل كده، وكان بيلعب في كاس عالم 2002 مع المنتخب الجيل العظيم للسنغال، وماسك منتخب السنغال أليو سيسين من سنة 2015، من سنة 2015 أليو سيسين طبعا مدربهم، واشتغل قبل كده كمساعد لمنتخب السنغال زمان ثلاث مرات مع ألان جريس ومع المدربين اللي كانوا ماسكين منتخب السنغال قبل كده. لعب أليو سيسين في الثمان سنين دول مع منتخب السنغال 90 مباراة، فاز في 57، اتعادل في 21، وخسر 12 مباراة في 8 سنين فقط. يعني عامل أرقام رائعة جدا جدا أليو سيسين مع منتخب السنغال. السنغال دلوقتي كمان بتلعب تصفيات كأس العالم، مجموعتهم فيها السودان وكونغو الديمقراطية وتوجو. هاتوا لنا يا جماعة الحاجات دي بعد إذنكم. كونغو الديمقراطية وتوجو وموريتانيا وجنوب السودان. السودان السنغال متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط، اتعادلوا في مباراة مع توجو وكسبوا جنوب السودان 4-0. أهم اللاعبين طبعا ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد مندي حارس المرمى، دول أهم اللاعبين في منتخب السنغال. ده منتخب السنغال وهو حامل اللقب. دي نبذة سريعة كده عن منتخب السنغال. نروح للفريق الثاني في المجموعة الثالثة، هو منتخب جامبيا، ومش من المنتخبات اللي يعني الكبيره في قاره افريقيا، لكن الفتره الاخيره في تطور في كره او في مستوى منتخب جامبيا. منتخب جامبيا من المنتخبات المميزه، ودايما بنسمي منتخب جامبيا الحصان الاسود، ان هم منتخب يعني ما عندوش تاريخ كبير، لكن كل فتره كده بيأدي اداء بشكل كويس جدا وبيعمل ماتشات وبيعمل نتائج مميزه. سنه تاسيس بالنسبه لاتحاد الكوره في الخمس سنين دول حوالي 40 مباراة دولية، كسب 18، اتعادل 9، خسر 13 مباراة، فيعتبر يعني سي في كويس جدا. وزي ما قلت لكم آخر بطولة اللي هي بطولة أفريقيا اللي فاتت، منتخب جامبيا عمل إنجاز لأول مرة في تاريخه بيوصل لدور الثمانية البطولة اللي فاتت. دلوقتي جامبيا برضو بتلعب في تصفيات كأس العالم، معاها في المجموعة ساحل العاج والجابون وكينيا وبوروندي وسيشل، ولعبوا أول جولتين اتغلبوا منتخب جامبيا، اتغلبوا من ساحل العاج 2-0 واتغلبوا من بروندي 3-2، فبيحتلوا المركز الأخير في مجموعتهم في تصفيات كأس العالم. عندهم لعيبة مهمة زي عمر كولي اللي هو اللاعب العميد بتاعهم اللي هو لعب أكتر ماتشات دولية، ده عنده 31 سنة ومدافع وبيلعب في نادي بشكتاش التركي، وزي ما قلت لكم أكتر لعيب في منتخب جامبيا لعب ماتشات في تاريخ جامبيا كلها لعب ماتشات دولية، وهو عمر كولي اللي احنا شايفينه في الصورة. عندهم كمان الهداف بتاعهم اسمه أسانسي ساي، وده عنده 29 سنة مهاجم صريح وبيلعب في نادي ضمك السعودي، زميل طارق حامد في الدوري السعودي، لعب 36 مباراة دولية وجايب 13 هدف دولي مع منتخب جامبيا. وعندهم كمان لاعب ثالث برضو لعيب كويس قوي اسمه موسى بارو، وموسى بارو ده جناح شمال تحت الفراودة، لعيب سريع وحريف عنده 25 سنة وبيلعب برضو في نادي التعاون السعودي، ولعب 32 مباراة دولية ومسجل 5 أهداف دولية مع منتخب جامبيا. دول نبذة سريعة كده عن منتخب السنغال وعن منتخب جامبيا، وبكرة إن شاء الله هنكمل مع بعض المجموعة الثالثة اللي فيها الكاميرون كمان وغينيا. بكرة إن شاء الله هنتكلم عن منتخب الكاميرون وغينيا. خلينا بقى دلوقتي نطلع من بطولة أفريقيا ونرجع تاني إلى مصر وبداية بطولة كأس الرابطة، نروح نتفرج على الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا النهاردة في بطولة كأس الرابطة، في اليوم الأول لبطولة كأس الرابطة دور المجموعات، ونشوف كده اللي حصل في ماتشات كاس الرابطه، ان كمان في ماتشات بكره ان شاء الله هنقولها لكم بعد شويه، ونركز برده مع بطوله كاس الرابطه ان بطوله حلوه، بطوله مميزه بتؤهل الى بطوله السوبر المصري. النهارده اتلعب ثلاث ماتشات في كاس الرابطه، هنبدا بمباراه بلديه المحله وسموحه. البلديه كسب سموحه 1-0، والداخليه فازت على الاسماعيلي 1-0، وفيوتشر
اتغلب من الاتحاد السكندري النهارده 1-0. نبدا بماتش البلديه وسموحه، هدف خالد الغندور القلش، لازم اقول بقى حق ربنا القلش، بس جون الكره قلشت من خالد الغندور بس جت جون، ربنا بقى عايز يكرمه عايز يوفقه. طب خالد الغندور طبعا لعيب مميز جدا وكابتن نادي الاتحاد ومن اللعيبه الجامده جدا، لكن طبعا الكره قلشت وراحت في اتجاه المرمى، لكن هدف كسب بيه نادي الاتحاد السكندري 3 نقط غاليه في بطوله كاس الرابطه. بكره ان شاء الله في ماتشين في كاس الرابطه، بكره زد هيواجه طلائع الجيش، ودي مباراه مكرره، ان كان اخر ماتش في الدوري زد وطلائع الجيش لعبوا مع بعض، كان المباراه في ملعب طلائع الجيش وطلائع الجيش كسب 1-0 بهدف موسى ديوارا، دي كانت في الدوري لسه اخر الاسبوع اللي احنا لعبناه الاسبوع ال11 اللي هو قبل ما الدوري يتوقف، طلائع الجيش كسب زد. هنشوف بكره بقى في الرابطه زد هل هيقدر يكسب طلائع الجيش، ولا طلائع الجيش يعني يكرر فوزه على زد مره اخرى. مباراه بكره الساعه 3 ان شاء الله في استاد القاهره ملعب نادي زد، انتوا عارفين زد بيلعب في استاد القاهره، فالمباراه بكره الساعه 3 ان شاء الله في استاد القاهره زد وطلائع الجيش. خلينا نشوف حكام ماتش بكره كده بالنسبه لمباراه زد وطلائع الجيش. عاطف حسين حكم المباراه، هاني خيري واحمد عادل عبد الفتاح مساعدين، محمود رشدي حكم رابع، محمد الحنفي وسمير جمال حكام فار. المباراه الثانيه مباراه المصري والمقاولين العرب، دي المجموعه الرابعه، والمباراه هتتلعب بكره في استاد الجيش في برج العرب الساعه 5 ان شاء الله. حكم المباراه محمود ناصف والمساعدين اسامه السيد وماجد المليجي، حكم رابع احمد حمدي، حكام الفار محمد يوسف وحسني سلطان. ماتش برضو جامد ما بين المصري والمقاولين بكره في كاس الرابطه. النهارده كمان اتلعب ماتشات في دوري المحترفين، خليني اقول لكم النتائج النهارده الاسبوع ال16 في دوري المحترفين. النجوم وجمهوريه شبين تعادلوا 1-1، رايا وبترول اسيوط برضو تعادلوا 1-1، المصريه اتصالات وفازوا النهارده على النصر التعدين 1-0 في ملعب النصر التعدين في اسوان، ولافيينا بيفوز فوز كبير على المقصه 3-0. معانا بعض الماتشات كده بعض الاهداف، دي مباراه لافيينا والمقصه، مقصه ولافيينا 3-0 لصالح لافيينا، لابسين اصفر لافيينا، والاهداف لمحمود الحلواني الهدف الاول، محمود الحلواني لاعب لافيينا سجل الهدف الاول، وبعدين الهدف الثاني لمحمد اشرف لاعب الوسط في فريق لافيينا، فوز كبير لافيينا النهارده على المقصه 3-0. وبعدين الهدف الثالث لافيينا لاعب اسمه اوين، لاعب افريقي اسمه اوين مهاجم لافيينا بيسجل الهدف الثالث. خلي بالكوا كل الاهداف النهارده جايه لافيينا من ناحيه اليمين، كره معموله من ناحيه اليمين وعدت بقى الاوين ناحيه الشمال وحطها موه كده وحطها قويه في المرمى. معانا برده مباراه النجوم وجمهوريه شبين النهارده اتلعبت في ملعب النجوم، النجوم طبعا بالتيشيرت الازرق وجمهوريه شبين بالتيشيرت الاحمر، وهدف حلو قوي 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 لنور علاء. نور علاء لعيب مواليد 2003 في نادي النجوم، لعيب كويس قوي، حط وش رجل واحده قويه جدا، وبعدين ضربه جزاء لجمهوريه شبين اتعادل بيها مؤمن محسن لاعب جمهوريه شبين، وانتهت المباراه 1-1 ما بين النجوم وجمهوريه شبين. يبقى النجوم اتعادل مع جمهوريه شبين 1-1، رايا وبترول اسيوط 1-1، الاتصالات فازوا على التعدين 1-0 في ملعب التعدين، ولافيينا فاز على المقصه 3-0. بكره ان شاء الله في 4 لقاءات استكمال بقى الجوله ال 16 من دوري المحترفين. طنطا بكره في مواجهه قويه مع القناه في ملعب طنطا، بروكسي هيستضيف غزل المحله، السكه الحديد ومكادي بكره في ملعب السكه الحديد، وابو قير الاسمده امام ديكيرنس. ماتشات كلها قويه في دوري المحترفين والمستويات متقاربه، لكن في بعض الفرق اللي خلاص فرقت، يعني بتروجيت فرق في المركز الاول، حرس الحدود في ظهره في المركز الثاني، هنلاقي لافيينا بترول اسيوط في فرق ماشيه بشكل كويس جدا، وادي دجله ماشيه بشكل كويس جدا في دوري المحترفين. انتوا عارفين احنا هنلعب لغايه 19 جوله، وبعدين هياخدوا من الاول للعاشر هيلعبوا على الصعود للدوري الممتاز، ومن المركز ال11 لل20 العشر فرق دول هيلعبوا على الهبوط او عدم الهبوط الى القسم الثالث او الى الثانيه
بهم. دي كانت النهارده يعني جولتنا في جميع الملاعب، ملاعب بقى الافريقيه، الملاعب المصريه في كاس الرابطه، دوري المحترفين. هنطلع فاصل نستقبل كابتن ابراهيم صلاح، كابتن حسام حسن، نتكلم في حاجات كتير جدا بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع تاني مع بعض، وخلينا نرحب بنجومنا النهارده في كوره كل يوم، كابتن ابراهيم صلاح وكابتن حسام حسن. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. كله الحمد تمام؟ لله كله زي الفل. كابتن حسام، يا كابتن مصر، ازيك يا نجم؟ اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ حبيبي الله يخليك. كله تمام؟ الحمد لله. عندنا بطولات كتير اليومين دول، وافريقيا والرابطه، ويعني يعتبر برضه بطولات مهمه بنستناها زي بطوله امم افريقيا. اكيد طبعا. اتفرجتوا على ماتش منتخب مصر امبارح؟ طبعا. ايه رايكم؟ التجربة الوحيدة قبل بطولة افريقيا امام تنزانيا، راينا في ايه بالظبط؟ في المستوى في المباراة ولا في النتيجة؟ لا، في التجربة. سيبك من النتيجة وسيبك التجربة، مدرب مستر فيتوريا بيجرب فيها لعيبة، بيجرب فيها طريقة اللعب، بيبص للعيبة مثلا بقى لها كتير ما بتلعبش. منتخب قريب شوية من موزمبيق، تنزانيا قريبة من يعني نفس المدرسة اعتقد. يعني بص يا كابتن، هو أول حاجة طبعا مكسب مهم قبل البطولة معنويا ونفسيا بالنسبة للراجل، بيأكد على المرحلة اللي فاتت اللي هو اشتغل بيها مع منتخب مصر. لكن كان واضح من خلال المباراة، أنا بالنسبة لي هي تمرينة أو تقسيمة على أكتر من هي تكون مباراة. ليه؟ لأن هو زي ما حضرتك بتقول كان حريص جدا جدا في التشكيله بتاعته ان هو يدي العناصر اللي ما كانتش بتلعب قبل كده وكانت غايبه سواء في الدوري او عن المنتخب من المشاركات، سواء محمد صبحي، عمر كمال عبد الواحد للاصابه، احمد ابو الفتوح برضو موضوع التجديد مع الزمالك خد منه فتره طويله، احمد حجازي كان راجع من اصابه كبيره ولعب ماتشات قليله مع اتحاد جده السعودي وما كانش بيشارك باستمرار مع منتخب مصر، فكان مهم بالنسبه له ان هو ياكد على وجوده برضو اثناء الجيم. عايز يدي فرصة لبعض اللعيبة ان هي تبدا ان هي تاخد رتم الماتشات وتشتغل بشكل كويس، لعل وعسى ممكن يحتاجهم بعد كده فيبقى عندهم الجاهزية وعندهم الرتم بتاع الأداء وما يبقوش بعاد عن الفكر بتاع الراجل، وهو قدر ينجح في الحتة دي بشكل كويس، بدليل ان هو أول ما اطمن على المجموعة دي بدأ ان هو يغير الناس كلها بقى الشوط الثاني، وبدأ يدي برضو الناس يعتبر الأساسية اللي بتشتغل معاه الفترة اللي فاتت، سواء حمدي فتحي، زيزو، طلع مصطفى فتحي وادى كهربا برضو شوية عشان يطمن عليه، الكلام ده فرق معاه بشكل كويس. ده من حيث الطمأنينة، وان انا عندي بقى أهداف في البطولة واشتغل في البطولة بشكل معين، انا من حيث الأداء اطمنت والدنيا كويسة والأمور تمام، ما فيش أي مشكلة خالص يعني. ولكن لو منتخب مصر لعب بالستايل او بالشكل ده هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا في البطوله مع الفرق اللي احنا هنواجهها سواء موزمبيق او غانا. انا اتفرجت ليه؟ بقى على الفرق دي كلها. ليه؟ انا شايف ان احنا ليه طريقه 4 3 3 يعني؟ انا شايف ان الطريقه دي مش مناسبه خالص للمنتخب، يعني ليه؟ بتظلم اللعيبه جامده في المنتخب، يعني مصطفى محمد ما لمس الكوره امبارح، انا كنت اتفرج على الماتش من الاستاد ويعني كنت رايح مركز على كام نقطه كده، مظلوم. هل مصطفى معنى كده ان هو وحش؟ بس غصب عنه طريقه لعب المنتخب صعبه يا كابتن، يعني انت محتاج في النوعيه دي ناس بتجري عندها سرعات عايزه مساحات عشان يقدر ان هو يعمل لينك مع محمد صلاح واسلوب اللعب بتاعه تريزيجيه. يعني النهارده الجون اللي انت جبته محمد صلاح لينك مع تريزيجيه من الحركه في المساحه الفاضيه من لمسه واحده طق ضرب الناس كلها، مصطفى محمد ما يقدرش يعمل الحته دي، هيفضل واقف عايز الكره محطه، مصطفى محمد عايز كره عرضيه، عايز بالظبط. فانت عندك اسلوب لعب واحد ان انت بتلعب بالكوره، تطلع الكوره لطرف الملعب سواء محمد صلاح او تريزيجيه الاثنين، واحد بيلعب بيمينه لجوه والتاني بيلعب بشماله لجوه. لو انا منتخب بلعب قصادك وعامل عليك سكاوتنج وعارف نقاط القوه والضعف اللي موجوده عندك، خلاص انا قفلت اللعب عليك. صلاح مثلا هو السوبر ستار، هلعب مثلا مايل عليه لعيب في نص الملعب والباك يخش معاه، ما عنديش خلوش يخش لجوه، خلاص خليه لبره، مفيش خطوره. زائد ان ممكن حد يقول لك ايه، ما انا عندي الباك، ما هو المشكله ان الباك ما بيطلعش، لان انا محمد صلاح ادواره الدفاعيه قليله جدا، فانا اما العب عمر كمال ولا العب محمد هقف له عشان يدافع له، هقف. واكرم توفيق ما كانش موجود، يمكن اكرم كان شايل الحته دي بشكل كبير لان ما شاء الله بدنيا عنده قوه تقدر تساعده ان هو يعمل الارتدادات بتاعته سواء الدفاعيه او الهجوميه. نفس الكلام الناحيه الثانيه برضه، تريزيجيه يمكن دفاعيا اقوى شويه من محمد صلاح وبيعمل الادوار دي، فانا شايف ان الراجل لو لعب بالستايل ده هيبقى عنده مشكله، لكن لو اشتغل بالستايل بتاع مباراه الجزائر ان هو يبدا يدخل محمد صلاح في عمق الملعب سواء 9.5 في ظهر مصطفى محمد او 2
يعني سترايكر صراحه. ممكن ماتش الجزائر ده او طريقه الاداء في ماتش الجزائر ده مع الفرق الاكبر شويه، الفرق القويه، لكن الفرق اللي زي موزمبيق او الراس الاخضر او الفرقه دي هتشتغل على المساحات وهتحاول تبقى تفتح الملعب على الاجنحه. كابتن عشان انت امبارح تنزانيا عندك قدرات وعندك سرعات ومهارات كويس. انت امبارح تنزانيا كم فرصه انت ضيعتها؟ ضايعين 3 4 فرص مقارنه تنزانيا كتقييم ليفل بغانا وموزمبيق والفرقه دي. لا عشان بص عشان عايز لا تنزانيا زي موزمبيق بس منظمين احسن كمان موزمبيق. يعني ابراهيم هم منظمين لما دافع عليك كويس. انا جربتها كمان بقى كابتن، لازم نعمل حسابك يعني الطريقه اللي انت بتتكلم عليها دي ممكن نعملها هنا في مصر نقول ما نطبقهاش، لكن في الاجواء الافريقيه وانت بتلعب بطوله في كوت ديفوار لازم تعمل كده بره. يعني مهما كانت الفرقه ضعيفه الظروف بتبقى صعبه جدا، انت مش عارف ارضيه ملعب شكلها عامل ازاي. لا الملاعب كويسه في الكوت ديفوار. ما هو كابتن الشكل غير انا عارف يعني ملاعبنا في الجابون انا عارف في اشتراطات الجابون كان ملاعب وحش. انا اقصد اقول لك الاجواء يا كابتن صعبه مش زي سهله جدا زي جدا في كل حاجه، فانت بتحتاج بعض الوقت ان انت لازم تبقى موقف ثلاثه في نص الملعب، تبدا بتدافع كويس تطلع بواحده زي ما انت بتقول. فاعتقد ان كل اللي بنتفرج عليه ده في مصر الموضوع بيختلف تماما هناك. ما انا فاهم. بص بدون قطع كلامك انت بتتكلم صح ما فيش اي مشكله، بس خلي بالك الفرق برضو الامكانيات بتاعت اللعيبه بعيده. يعني عندك اصلا نص الملعب انا قناعاتي ان الراجل يلعب بمران عطيه وحمدي فتحي ودنين الثلاثه شبه بعض كده صعب. لا ما ينفعش. لازم زيزو هو هيعمل زيزو امام عاشور بس لازم واحد من الاثنين في الملعب. انا مقتنع ان هو مش هيلعب بامام في النص. هو هيلعب هيلعب واحد في الاثنين. هيلعب يا مروان يا النني. لا الاثنين هيلعبوا كابتن وعم يا زيزو. لا انا شايف ان ده غلط. انا بقول واحد منهم يلعب سته حمدي من مكانه. لا حمدي ممكن يلعب ثمانيه. حمدي بيزيد ويروح يلعب دماغه وبيكمل ورا الفرقه. الحته دي الواحد احنا لسه البطوله بعد 7 ايام. الراجل هيلعب بالشناوي وهيلعب محمد هاني احمد حجازي ومحمد عبد المنعم محمد حمدي معاك. تمام ماشي. مروان عطيه حمدي فتحي النني محمد صلاح تريزيجيه. الامور هتبقى صعبه. لا يعني انا معاك في التشكيل ده ما عدا واحد بس. أيوة انا عايز في نص الملعب زيزو او امام. لا انا عايز ايه بقى؟ انا عايز النني او مروان واحد بس منهم يلعب سته والثمانيتين. لا هو مش هيعمل كده. حمدي وامام. هو هيخلي حمدي وامام. هو هيخلي اثنين واحد او امام او زيزو. بص يا كابتن مع الفرقه القويه. لا مش ده بالعكس. انا عشان هلعب باثنين كويسين جامدين في نص الملعب. كابتن الراجل ده الستايل بتاعه عنده حمدي فتحي الوحيد اللي بيزيد بعد امام عاشور. انا مقتنع ان هو مش هيلعب بامام عاشور. طب انتوا مستبعدين زيزو من التشكيل خالص. لا مش استبعاد يا ابراهيم. لا مش عارف حاسس ان هو مش هيبدا بزيزو. طيب ده خطا كبير يعني استغل مش استبعاد. بص يا ابراهيم هو الراجل بيعمل ايه؟ مروان عطيه بيشتغل بشكل عرضي الوحيد اللي هو اللي بيمشط منطقه نص الملعب قدام المدافعين وبيدي النني الاريحيه وانا بحضر هو اللي بينزل يلعب الفرقه وحمدي فتحي هو اللي بيزيد في ظهر مصطفى محمد. ده اللي بيعمله كده دفاعيه بحت. انما ماتش الجزائر ماتش الجزائر يعني يا كابتن محدش يقدر ينقلك من الحته بقى اللي هو بتاع لعيب الكوره امام عاشور زيزو حد بالظبط كده يشتغل عشان ينقلك على قدام. يعني احنا عايزين كده. ما هو انا بقول لحضرتك في بدايه الكلام ان انا مش عايز المنتخب يغلط نفس الغلطه بتاع الكروش ان هو الراجل ما هو كان معاه لعيبه برده كويسه بس فيتوريا لا فيتوريا بيهاجم وبيشتغل تمام وتلاقي فيه خمسه سته مكملين في الهجمه. ممكن يستغل الحته الثلاثه في نص الملعب دول اللي هو زي ما انت بتقول بقى ان محمد صلاح ما بيقومش بالادوار الدفاعيه. ممكن يخلي واحد يروح ناحيه اليمين شويه الثاني يثبت في النص بس وجود امام او زيزو فعلا ده اهم حاجه في حته بتاع نص الملعب. ده الوحيد اللي هيجي لك. انا عايز اقول لك على حاجه. طريقه منتخب مصر اصلا كلها مبنيه عشان محمد صلاح. لا ان انا اخدم محمد صلاح وفي نفس الوقت اريح. انا كنت انا موجود ومحمد صلاح موجود. الناس دايما كانت بتقول منتخب محمد صلاح. هو انا برده ما يبقى عندي لعيب كبير زي محمد صلاح اكيد لازم استغل امكانياته ولازم العب عليه. وكمان حته الخوف منه الفرق الثانيه بتخاف منه بيقدر يدي مساحه لتريزيجيه يشتغل ومحمد ومصطفى محمد يشتغل. فيعني انا شايف ان الامور ماشيه بشكل كويس جدا بس الظروف هناك صعبه. هي دي هتساعدنا او لا؟ هي دي اللي الحاجه الوحيده الخوف عندي لان انا كنت عارف والاجواء الافريقيه دي بالذات في بطوله افريقيا كانت صعبه جدا. يعني 2010 لما خدناها دي كانت اصعب بطوله خدناها في تاريخ مصر بسبب الاجواء. لكن اما نقول في مصر مثلا 2006 لا اسهل شويه لكن الاجواء من بره دي اصعب حاجه بتواجه المنتخبات. يعني احنا وصلنا 2010 كنا في انجولا بس الاجواء كانت حلوه. انا اقصد اقول فاكر بنجيلا البلد اللي احنا كنا بنلعب فيها هي بس النهائي كان لواندا الملعب ما كانش حلو في العاصمه كده. وكان الجو حر موت يوم النهائي يا كابتن. احنا كنا في الجابون حر جدا ومره واحده سيول وملعب الملعب بالطين فانت مش فاهم اصلا ما انت ما تعرفش الظروف هناك ايه اللي بيحصل. خلي بالك انتوا الكواليتي كمان اللي كانت موجوده في اللعيبه بتاعت نص الملعب عبد الله السعيد وابراهيم صلاح وطارق حامد وكان كهربا وكان محمد صلاح بقى في عز تالقه وتريزيجيه برده كان كانت الامور صعبه. وكانت الامور صعبه برده كانت صعبه. بكلمك ان انت مش عارف ايه اللي هناك فانت عايز تلعب هل هيقفل ويشتغل بعد
وبعدين يطلع على المرتده، محدش عارف هو طريقه اللعب اللي هو هيبقى شايفها انسب ليه ايه يعني. احنا كده كده يعني ايه عايزين بالنسبه لنا الطريقه الانسب او المنتخب يقدم كره كويسه وانت الماتشات التدريجيه كمان يعني موزمبيق انا بدايه بالنسبه لي شايف ان ده. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان انا كنت في الماتش بتاع تنزانيا ده لما حصلت الاصابه بتاع عمر كمال عبد الواحد، الراجل عمل ايه يا كابتن؟ ودع عبد المنعم باك رايت الشناوي. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا. عايز اخد بس بسرعه كده رايكم في الفرق. انتوا عارفين اهو احنا ست مجموعات ب 24 فريق، بيطلع من الست المجموعات اول وثاني، واحسن اربع توالد في الست مجموعات عشان يكونوا دور ال 16 يبقوا 16 فريق. هاخد منكم بس يعني توقعاتكم لكل مجموعه، مين اللي هيصعد اول وثاني؟ خلي الاربع توالد دول حسب بقى ماتشات البطوله، لكن قولوا لي كده حسام وابراهيم هبدا كل واحد مجموعه. المجموعه الاولى كوتيفوار ونيجيريا يا ابراهيم، وغينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. اعتقد كوتيفوار طبعا ونيجيريا الارض اكيد، ونيجيريا نيجيريا اتغلبت من غينيا النهارده 2-0 في مباراه وديه. ايوه بالظبط. لا حسام. اعتقد المشاركات هتبقى كوتيفوار ونيجيريا طبعا برضه. طيب حسام المجموعه الثانيه مصر وغانا والراس الاخضر وموزمبيق. ان شاء الله باذن الله منتخب مصر وغانا اكيد محسوبه برضه، مصر وغانا يعني. طيب المجموعه الثالثه ابراهيم، السنغال الكاميرون غينيا جامبيا. السنغال والكاميرون بس السنغال خلي بالك في غينيا فرقه كويسه. لا وجامبيا طبعا وجامبيا فرقه كويسه صعبه بشكل غير غينيا. غينيا اقوى. انا بشوف السنغال، كنت اقول لحضرتك السنغال وغينيا. السنغال وغينيا غينيا منتخب كبير. هو الكاميرون ازاي؟ الكاميرون اخر كان بطوله كان النهائي بس كان بس ما كانش اجمد حاجه برضه. ما كانوا في ملعبهم هم كابتن في البطولات دي بيعرف يلعبوا شويه. المجموعة الرابعة ابراهيم، الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا انجولا. بس هو الجزائر انا عايز اقول بوركينا، بس موريتانيا دي مفاجأة، هتبقى مفاجأة كبيرة لان بقى لها فترات ماشيين يعني كويس، ماشيين في الكرة الافريقية عموما بشكل كويس والاندية وكل حاجة، بس صعب الاقرب الجزائر وبوركينا. على الجزائر لا، ما الجزائر خلاص انا بقول ان ممكن يبقى في منافسة مع بوركينا شوية. بوركينا فرقة جامدة خلي بالك. طبعا انت تقول الجزائر وبوركينا. جزائر وبوركينا. جزائر وبوركينا. طيب حسام حسن، تونس مالي جنوب افريقيا ناميبيا برضو مجموعه صعبه جامد. دي جدا مجموعه الخمسه. مالي وجنوب افريقيا. مالي وجنوب افريقيا مع ان اتمنى تونس يعني، بس مالي وجنوب افريقيا. ابراهيم تونس وجنوب افريقيا. تونس وجنوب افريقيا. مالي منتخب جامد خلينا خلي بالك. المجموعه دي فيها علي معلول مع تونس وديانج ومالي وديانج مع بيرسيتاو وبيرسيتاو مع جنوب افريقيا. الثلاثه هيلعبوا بعض. الاهلي بيلعب. المجموعه السادسه المغرب كونغو الديمقراطيه زامبيا تنزانيا. احنا شفنا تنزانيا امبارح. المغرب وزامبيا صح؟ زامبيا. المغرب وزامبيا حسام. المغرب انتوا متفقين يعني ما هم دي الفرق اللي ماشيين كويس كابتن. وحضرتك الاختلاف برضه هتلاقيهم صاعدين توالد يعني، لو انت مجموعه تونس ومالي وجنوب افريقيا ده اعتقد الثلاثه دول هيبقى فيهم صعود صح يعني صح. وبرضه الكونغو الديمقراطيه اكيد هيبقى لها دور في المجموعه الاخيره دي، المجموعه السادسه. طيب هنطلع فاصل ونرجع بقى نكمل كلامنا مع كابتن ابراهيم صلاح وكابتن حسام حسن، ولكن المره دي عن كاس الرابطه، الماتشات اللي اتلعبت النهارده في كاس الرابطه بعد الفاصل ان شاء الله. ماتشات كاس الرابطه النهارده، وزي ما تابعنا من شويه ثلاث لقاءات في بدايه البطوله دور المجموعات. فوز بلديه المحله على سموحه 1-0، فوز الداخليه على الاسماعيلي 1-0، وفوز الاتحاد السكندري على فيوتشر 1-0. رايكم ايه في ماتشات الرابطه النهارده؟ يعني بطوله الرابطه بطوله عملت صدى قوي جدا النسختين اللي فاتوا، سواء اللي حققها سيراميكا او فيوتشر بالنسبه للنسخه الاولى، وواضح ان في اهتمام كبير جدا. الاولى والثانيه. واضح ان في اهتمام كبير جدا من جانب الانديه والمديرين الفنيين، لدرجه ان الناس لما تيجي تركز على التشكيلات بتاعه الانديه التشكيلات الاساسيه كله بيلعب بالتشكيل الاساسي. يعني دايما يقول لك كاس الرابطه ما عاملينه عشان الناس اللي ما بتلعبش الشباب الصغيرين تاخد فرصه اكتر، لا كله مركز ان هو يشتغل كويس. يمكن مباراه بلديه المحله بالنسبه لي مش مفاجاه، بلديه المحله فرقه محترمه، ورغم ان الامكانيات محدوده شويه فرصه تاني ان انا اقدر من خلال المجموعه بتاعتي اطلع اول او يعني ممكن سموحه خسر مثلا عنده فرصه يكسب الماتشين اللي جايين ويصعد، فنظامها حلو يعني بالظبط. يعني بالزبط. خروج الاهلي والزمالك جه في مصلحه الانديه زي ما ابراهيم بيقول يعني. بس خلي بالك لو كان الاهلي والزمالك موجودين كان هيعملوها ثلاث مجموعات، كل مجموعه سته،
تلعب خمس ماتشات بالظبط، وتطلع اول كان دوره مجانيه تلعب على تلعب على بقى قبل النهائي على طول، وكان هيبقى طويل شويه بس كان هيبقى حلو. خلي بالك الفتره طويله احسن من 40 يوم في عشان هم افريقيا، فهو عايزين يخلصوا طول الوقت لما في الانديه ما تقعدش. هتتلعب لغايه الدور قبل النهائي، قبل النهائي هيسيبوا المباراه النهائيه بقى للتوقف بالظبط كده على اساس بعد كده. بالظبط. طيب ابراهيم صلاح النهارده الداخليه قدر يكسب الاسماعيلي 1-0، لسه من شويه جايب الماتش تألق محمد مجدي بالظبط. انا اتفرجت على طلع كورتين، اتفرجت على المباراه الاسماعيلي كمان النهارده، يعني مش اقول مظلوم بس الاسماعيلي كان عنده باد لك كبير جدا. باسم مرسي كمان الشوط الاول شفنا اكتر من ثلاث كور والعارضه، ومحمد مجدي بصراحه اتحسب له النهارده المباراه دي، فاعتقد ان النتيجه يعني مش خادعه. الداخليه عمل مباراه كبيره وكل حاجه، لكن الاسماعيلي كان اقرب. الثالثه كانت مباراه فيوتشر والاتحاد السكندري، 1-0 للاتحاد السكندري، جون بتاع خالد الغندور قلشت وراحت في الزاويه القريبه، خدعت بقى المره دي جنش. يا جن ممكن الكره سوء توفيق من جنش شويه في القرار بتاعه، ان هو يعني عمل حساب ان الكره تتعمل اوفر، فالقلشه بتاعت خالد خدمته، ان الكره الرياكشن بتاع جنش ما لحقش ان هو يعدل الموقف. دور المجموعات في كاس الرابطه بكره زد هيواجه طلائع الجيش، ولسه ملاعبين بعض في الدوري. صعبه جدا المواجهه دي. الجيش كسب 1-0 لسه من الماتش كان فيه الماتش كان فيه شده وخناقه. اعتقد الماتش ده بكره هنشوفه، بس المره دي على ملعب زد بقى استاد القاهره. اعتقد ان الماتش هيبقى كانه رسمي وفي دوري وفي شده جدا. حتى انا يعني مراجع اتوقع مين يكسب. انا شايف ان زد بكره هتبقى اقرب. زد اقرب عشان الملعب، لان بس وماتش الدوري طلائع الجيش عمل مباراه كبيره على زد، ضيع فرص كتير وقدر يكسب في الدقيقه 95 هدف لموسى ديوارا. حسام، زد وطلائع الجيش الماتش طبعا زي ما ابراهيم قال الماتش صعب، خصوصا ان كان في يعني شد وجذب ما بين الفرقتين في الدوري. بس انا بشوف ان كابتن عبد الحميد بسيوني ذكي، بيعرف يلعب قدام الفرق اللي عندها امكانيات كبيره. زد فرقه محترمه جدا السنه دي، تقريبا هي الحصان الاسود يعني في البطوله. نتمنى ان احنا نشوف مباراه كويسه، لكن انا شايف ان الاقرب طلائع الجيش. طلائع الجيش يعني طيب. بيعرف يعمل كونتر. المقاولين والمصري بكره في استاد برج العرب، ماتش برضو صعب. المصري تعادل قدام الاسماعيلي في الدوري، المقاولين العرب خسر الماتش الاخير قدام البنك الاهلي 3. في كلام كتير قوي على الاثنين مديرين فنيين، ممكن كابتن علي ماهر الرابطه بالنسبه له فرصه ان هو يصلح المسار بتاعه ويمشي بشكل كويس من خلال المرحله اللي جايه. برضو نفس الكلام كابتن طلعت محرم، شايف الاقرب طبعا المصري. المصري سكواد بتاعه والنتائج بتاعته افضل، وعنده دوافع مقاولين. كمان ابراهيم صلاح لعب في المقاولين بالظبط يعني فتراته الاخير. لا ما هو يعني المصري والمقاولين، انا شايف المصري اقرب لسبب ان المقاولين عنده حاله عدم استقرار شويه، يعني بعد كابتن شوقي وبعد كده كابتن طلعت مسك المهمه بيشوفوا اللعيبه كابتن طلعت لعب ماتشين، كسب ماتش وخسر ماتش مع الجيش، وكان ماتش صعب. ايوه وقدر يكسب في ملعب الجيش، وخسر الماتش الثاني من البنك الاهلي. ايوه انا عارف، بس هي الدنيا يعني مش تحس ان الدنيا هناك الفتره دي مش منتظمه يعني. حتى انا قريب من بعض اللعيبه الامور مش متزنه قوي يعني، او حتى تبدا تغير في التشكيل، تبدا يبقى في مشكله. لكن المصري كمان في حاجه ثانيه، ان عدم وجود الزمالك والاهلي، الانديه الجماهيريه هي اللي عليها الضغط الاكبر. يعني انا شايف ان الاتحاد والمصري دول البطوله ما ينفعش تخرج بره الاتحاد والمصري والاسماعيلي، لان الجمهور طمعان ان حتى نادي ممكن فرصه كبيره جدا انك تاخد بطوله وتروح تشارك في السوبر. صح. فاعتقد صح. ان المصري هيكون عنده الدافع الاقوى والاكبر بشكل كبير، خصوصا ان هو كان وصيف البطوله السنه اللي فاتت. ان شاء الله نستمتع بلقاءات بكره، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني اللي هيسافر بكره وهيغادر القاهره الى ابيجان في الكوديفوار بكره الساعه 3 ان شاء الله. المنتخب هيتمرن الصبح وبعدين هيطلعوا على المطار يسافروا الساعه 3 الى ساحل العاج، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. بشكرك يا حسام حبيبي يا كابتن مصر، بستمتع دايما معاك. بشكرك يا كابتن ابراهيم، ربنا يخليك، بستمتع معاك. توفيق لمنتخب مصر ان شاء الله، وموفقين ويرجعوا لنا بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.